جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة للكفارات هل هي متساوية، وكيف يدفع الإنسان هذه الكفارات، وهل تختلف من مكان إلى آخر؟ من حيث الوجوب متساوية كلها تجب، ومن حيث النوعية مختلفة. كفارة القتل غير كفارة اليمين بالله عز وجل، كفارة الظهار غير كفارة اليمين بالله عز وجل، هي تختلف في كفارات. نعم.